وصفتنا النهارده حكايه، وصفتنا جباره، من ضفر رجلك لشعر راسك هتخليكي بيضه زي القشطه، هتشلك اي سواد وهتخلي جسمك ده بيبرق، هيخليكي تنبهري جوزك بيكي. وصفه فظيعه، هتشلك سواد المناطق الحساسه والوجه والجسم وكمان الشعر اللي تحت الجلد والجلد الميت، وهتخليكي قشطه فله شمعه منوره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا باخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مايا من قناه وصفات سحريه مع مايا. النهارده حبايبي الغاليين جايبه لكم وصفه حلوه قوي، اتطلبت مني من عروسه خلاص فرحها فاضل له 3 ايام، وعايزه حاجه تخلي جسمها ده ابيض زي القشطه. كمان واحده كانت قالت لي جوزي مسافر وعايزه حاجه سريعه تخلي جسمي ده يكون بيلمع، عندي تصبغات، عندي سواد في الركب والاكواع، عندي اسمرار في المناطق الحساسه، انا عايزه يا ميه حاجه سريعه. فانا نزلت الوصفه بتاعت النهارده دي مخصوص عشان الاتنين اللي قالوا لي كده، ربنا يخليكم ليا احلى اخوات. واللي عايز اي وصفه ومستعجل عليها تكتبوا لي يا بنات في الكومنتات وانا هعملها حالا. الوصفه ديت سهله بسيطه، هتعمليها هتخشي تاخدي الشاور، شوفي بقى السواد اللي هينزل منك وهتشوفي بياض جسمك. قبل ما ابدا وصفتي، لو اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك الاحمر وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، لايك للفيديو فضلا وليس امرا. الوصفه سهله جدا جدا يا بنات وهتعملوها في دقائق. اول حاجه حبايب قلبي معايا هنا طبق بالشكل ده، هتبداي تجيبي الخميره. الخميره دي من الحاجات اللي بتفتفت السواد. احلى حاجه كمان في الخميره ان انت لو عندك ترهلات في جسمك او في المناطق الحساسه بتبدا ان هي تشيلها لك. كمان الخميره بتعمل على ازاله السواد اللي والشعر اللي تحت الجلد. الخميره الخبز مش خميره الحلويات، في فرق ما بين خميره الخبز وخميره الحلويات. هتبدأي تفتحي كيس الخميرة بتاعك ده، سواء بقى بتشتريها اكياس سواء بتشتريها في علب، المهم ان احنا هقولك احنا هناخد قد ايه من الخميرة. احنا خدنا معلقة كبيرة خالص من الخميرة، وطبعا الكمية اللي انا هعملها معاكو دي زي ما بقول في كل فيديو بتبقى كمية تجريبية، بتقدري ان انت تتحكمي في الكمية اللي انت عايزاها، بتكتري بتزودي زي ما انت عايزة في الوصفة بتاعتك. هتبدأي ان انت تاخدي على معلقة الخميرة بتاعتك معلقة واحدة بس، هي معلقة واحدة بس من مية الورد، وهتبدأي تدوبي الخميرة في مية الورد كويس بحيث انك تحسي ان الخميرة ما فيهاش حبيبات ودابت تماما في مية الورد. والخطوة دي مهمة جدا لازم تعمليها الاول عشان احنا مش عايزين الخميرة يكون فيها اي تكتلات لما نيجي نضيف المكونات بتاعت التانية. زي ما قلت لكم الوصفه دي تنفع لجميع اجزاء الجسم، كمان زي ما قلت لك تقدري تكتري الكميه اللي انت عايزاها او محتاجاها في الوصفه. هنبدا نقلب كويس قوي، شايفين اهو الخميره دابت تماما بسرعه رهيبه في ميه الورد وما عادش فيها اي تكتلات تماما. بعد ما قلبنا الخميره كويس جدا وما كانش فيها اي تكتلات خالص ودابت تماما اهو، هتبداي حبيبة قلبي تنزلي عليها بمعلقة صغيرة من الملح، ملح الطعام العادي. الملح من الحاجات اللي بتصنفر الجسم وبتفتحه بشكل فظيع، وما تقلقيش الملح مش هيعملك اي حاجة لان احنا هنضيف اضافات تانية. بمعنى اصح الملح مش هيبان ولا هيعمل اي حاجة للناس اللي بشرتها حساسة، ما تقلقوش خالص من الملح. هنبدأ ندوب معلقة الملح على معلقة القهوة مية الورد وكمان معلقة الخميرة لحد ما نحس ان الملح يعني تقريبا داب كده بنسبة 50%. بعد ما قلبناهم حبايب قلبي بالشكل ده، هتبدأي ان انت تنزلي عليهم بمعلقة من القهوة. كل المكونات بتاعتي اللي انا بضيفها دي مكونات قوية جدا في التفتيح. ليه؟ لان انا الوصفة لما طلبت مني اتطلب مني حاجة سريعة، مش حاجة تاخد وقت او حاجة تعمليها كتير، لا حاجة تجيب معاكي من الاخر من اول مرة. اخدنا معلقة من القهوة، وطبعا لازم تجيبي قهوة اللي هي السادة، بلاش تجيبي قهوة محوجة علشان في بيبقى في بعض مكونات الجسم ما بيستحملهاش او بيتحسس منها. حطينا معلقة من القهوة العادية على معلقة من الخميرة على معلقة من الملح وكمان معلقة من مية الورد، كل الكلام ده كله دايب على بعضه وزي ما انتم شايفين تجانسوا تماما مع بعض.
بعد ما قلبناهم حبايب قلبي بالشكل ده، هتبدأي طبعا تجيبي المكون ده دوت اللي هو الشامبو، شامبو الشعر، شامبو الاستحمام، الشاور جل اللي بتاخدي بيه دش. المهم ان انت تجيبي شامبو، سواء شامبو الجسم او سواء شامبو الشعر، بتقدري ان انت تستخدمي اي واحد فيهم. تمام، بنبدأ ان احنا نحط معلقة كبيرة خالص من الشامبو، وهنبدأ ان احنا نقلب كويس قوي معلقة الشامبو بتاعي على، شايفين البساطة، وصفة سهلة جدا جدا، هتقومي تعمليها حالا. وقلبناهم مع بعض بالشكل ده. بعد ما قلبناهم على بعض بالشكل ده، هنبدأ ان احنا ناخد معلقة كبيرة خالص متغرمة كده من النشا او الكورن فلاور، وممكن تستبدلي النشا ببودرة التلج او بودرة الاطفال المتوفر عندك، سواء ده او ده استخدميه. وهنبدأ ان احنا نقلب كويس جدا المكونات بتاعتي، بحيث ان هي تديني القوام الكريمي التقيل ده، لان انا عايزاها تتفرد فردة حلوة على الجسم وعلى الوجه وعلى المناطق الحساسة. طبعا لو انت عندك في المناطق الحساسة شعر، ابدأي ان انت شيليه قبل ما تستخدمي الوصفة، لانك لو حطيتي على الشعر انت كده ما عملتيش اي حاجة. احنا عايزين الوصفة تتحط على الجلد نفسه مش على الشعر. بعد ما قلبناهم حبايب قلبي بالشكل ده، هحتاج منك بقى يا برنسيسة تعملي خطوة حلوة جدا بعد ما نخلص الوصفة الاولى. الخطوة دي سهلة وبسيطة. الخطوة دي هتبقى عبارة عن ان انت هتجيبي طبق صغير بالشكل ده، وهتبدأي ان انت تحطي فيه معلقة من زيت الزيتون او زيت جوز الهند او زيت الورد. التلات زيوت دول تقدري تستخدميهم عادي، تمام. وهتبدأي ان انت تاخدي كمان على معلقة زيت الزيتون بتاعتك معلقة من بودرة تعطير الجسم او بودرة الجسم، او ممكن تستخدمي بودرة اللي هي بتاعة التلج العادية خالص، تمام. وهتبدأي تقلبي زيت الزيتون مع بودرة التلج او بودرة تعطير الجسم كويس جدا بالشكل ده. وطبعا مش لازم معلقه ومعلقه، يعني الكميه دي صغيره. انا زي ما بقول لكم انا بعمل معاكم كميه تجريبيه، انما انت في البيت بتعملي كميه اكبر. اول حاجه بقى يا قمر، بتيجي قبل ما تاخدي الشاور بتروحي فارده الكريم ده، هتلاقيه تقيل شويه معاكي، وده المطلوب ان احنا يبقى القوام بتاعه تقيل عشان يمسك معاكي في ال، يمسك معاكي خالص خالص في الجلد، عشان يمسك في الجلد. تبدأي ان انت توزعيه بالشكل ده اهو، وتفرديه فرد على بقى المناطق الحساسة، على الركب، على الاكوع، على الجسم كله. زي ما قلتلك بتعملي منه كمية كبيرة، وبتبدأي ان انت تسيبيه بالشكل ده كده لمدة 10 دقايق او 15 دقيقة، يعني قولي 10 دقايق يا ستي. وبعد ال10 دقايق ما هتعدي، هتبدأي بقى تاخدي الليفة وتحت الدش بقى، وفضلي اخدعكي بقى جسمك، هتلاقي كمية سواد بتطلع فظيعة، وهتلاقي تفتيح فظيع. بعد ما هتعملي الخطوة دي، هتبدأي بقى تجيبي زيت الزيتون مع البودرة بتاعتك، وهتبدأي بقى تدعكي جسمك، هيديكي تعطير وتنعيم، وهيخلي جسمك ده ناعم وابيض وريحته حلوة قوي. يا رب اكون قدرت افيدكم، اشوفكم على خير والسلام.